ودلوقتي هنعمل الرقاق. الرقاق طبعا بصوا من الحاجات اللي ما يعني نادرا لما تلاقوا حد بيختلف على الرقاق. في ناس تحب ممكن الجلاش، ناس ما تحبوش الرقاق. بصراحه يعني من الوصفات الحلوه جدا، وناس كتير قوي بتبقى عندها مشكله معاه مش عارفه ليه، يعني لانه برده بسيط جدا وعندها مشكله في عمايله، في طريقه عمايله، انه بسيط وسهل جدا مش محتاج اي حاجه. تمام، تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيها مع بعض. محتاجين رقاق طبعا طري او ناشف، مفيش مشكله خالص، هشتغل بيه بنفس الطريقه. هقول لكم ايه الفرق ما بين ده وده. عندي نص كيلو من اللحمه الضاني، هقطعهم من غير عظم، هقطعهم عصافيري، هقطعهم صغيرين خالص، هحشيه باللحمه والبصل المكرمل. تمام، عندي نص كيلو من البصل المفروم، يعني انا استخدمت نص كيلو لحمه، هستخدم قدامهم نص كيلو من البصل سواء مفروم او جوليان، مفيش مشكله، اللي متوفر عندكم تقدروا تشتغلوا بيه. وعندي كمان نص معلقه صغيره من السكر هحطها وانا بكرمل البصل، وملح وفلفل، وعندي كمان ورق لورا وعود قرفه وجوزة الطيب وبهار مرق. هقول تاني المقادير، عندي لرقاق باللحمه والبصل المكرمل، عندي رقاق طري او ناشف، نص كيلو من اللحمه الضاني وهقطعها عصافيري صغيره خالص، ونص كيلو من البصل المفروم، ونص كيلو صغيره نص معلقه صغيره من السكر هحطها وانا بكرمل البصل، وملح وفلفل، وعندي كمان ورق لورا وعود قرفه. تمام، وجوزة الطيب وبهار مرق، تعالوا كده، عود مرق، مكعب مرق يعني. تمام، طبعا احنا عندنا مرقه كتير جدا في العيد، لحمه ضاني وكوارع والكلام ده كله، فيعني مش هنغلب في موضوع المرق ده. لو ما عندناش في الطبيعي بنحط مكعب مرق، لكن احنا في العيد يعني ايه مفيش اكتر من المرقه عندنا، سواء اللحمه الضاني سواء الكوارع سواء الكلام ده كله. تمام، طيب تعالوا بقى ايه هنشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندي انا النهارده مستخدمه رقاق ناشف، طب لو انا عايزه استخدم الرقاق الطري هنسقي وهنعمل نفس الموضوع، بس مفيش سمنه يا اسلام بعد اذنك، عايزه السمنه. تمام، هنسقي وهنعمل كل الكلام ده، بس مش هنزود المرقه اللي انا هزودها في الاخر، هتشوفوا مع بعض. عايزه سمنه يا اسلام؟ طب يلا اسلام. تمام، تعالوا بقى ايه البصل اول حاجه هكرمله. عندي طاسه على النار هحط فيها شويه زيت، تمام اهو كده، انتوا كده شايفينها ولا انقل لكم ولا ايه اعمل ايه؟ تمام، هحط البصل اللي انا عايزه اكرمله بالشكل ده، تمام، وهفضل اقلب فيه تقليب كده من مستمر، بياخد طبعا وقت، بياخد حوالي نص ساعه مثلا او حاجه لحد ما يديني الكرمله اللي انا عايزاها. خلاص بفضل اقلب فيه لحد ما يديني الكرمله اللي انا عايزاها، وبعد كده بقوم موسعه له كده مكان وحاطه نص معلقه السكر عشان اكرمله. بعد كده بيبقى زي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ده كده بعد ما اتكرمل، ده كده البصل بعد ما انا كرملته، بياخد له حوالي نص ساعة على النار، يعني أفضل أعمل كده حاجات جنبه وهو شغال على النار. تمام؟ أهو. أحط رقمة. تمام، حاضر. أنا بحاول يعني أساعدكم، حسيت إنه رواق دار عليه. طيب. أهو. شايفين؟ أهو. هجيب بقى مكعب زبدة وهقوم حاطه اللحمه الضاني اللي انا مقطعاها كيوبس صغيره خالص، تمام، في الزبده، هقوم مشوحاها، وبعد كده هقوم مسوياها باللحمه بالميه. انا كده مش حاطه عليها اي حاجه، انا مسوياها بس عشان ما تاخدش وقت معايا، حطاها في مكعب زبده مقلباهم مع بعض، وبعدين سويتها بالميه لحد ما استوت معايا سوا كامل، ما حطيتش لسه اي توابل. هبدا ان انا احط البصل المكرمل عليها بالشكل ده، وهحط بقى شوية البهار اللي عندي، شوية جوزة الطيب، هحط الملح، هحط الفلفل، وانا بسوي اللحمة هحط عود القرفة ده وورق اللورة وشوية حبهان، كل ده هنكه بيه اللحمة اللي عندي بالبصل اهو الشكل ده كده،
وهبدا اقلب كل الكلام ده كده مع بعض. ده كده حشو عندي الرقاق. متعودين بقى نعمله باللحمه المفرومه والكلام ده، لا النهارده بقى هنعمله عندنا شويه لحمه كده ضاني، هنقطعهم عصافيري كده رفيع خالص، وطبعا مش عايزين اي عظم فيهم ولا عايزين اي دهن فيهم، يعني نحاول ناخد اللحمه اللي هي الحمراء مثلا من الكتف كده، شويه من اللحمه اللي هو مثلا اللي بنطلع منه الكباب اللي من الكتف ده، ناخد شويه حمر كده ونقطعهم من غير دهون من غير عظم من غير الكلام ده كله. خلاص قلبت كل الحشو ده كده مع بعض، حط شويه ملح بس كمان بسيطه كده بس كده، وبقى عندي الحشو جاهز جدا بتاع الرقاق. تمام، هجيب الحشو كده على جنب، حطيت بهاراتي، حطيت جوزة الطيب، الملح، الفلفل، السكر، كرملت بيه البصل وسبته يتكرمل على النار. عايز سمنة كمان. وهجيب طاسة كده وهسيح السمنة، طبعا رقاق يعني سمنة، يعني خلينا بقى ايه نعمل الحاجة صح يعني. وعندي هنا مرقة، المرقة متملحة وكل حاجة مظبوطة فيها، وفيها حبهان ومستكة والكلام ده كله مصفينه. بصوا دي إضافة يعني ممكن تحطوها ممكن لا، هحط شوية من الطماطم المبشورة، شوية صغيرين أو عصير الطماطم، هتديها تسكيرة كده حلوة قوي. ممكن برضو تعملوها بالطريقة دي هتبقى حلوة قوي. أم آدم كل سنة وانت طيبة. صباح الفل، كل سنة وانت طيبة حبيبتي. انت طيبة، انا عايزة بقى رغيف كده حلو. حاضر. عينيا عينيا. ولا رقاق ولا بتاع، هو انا اكله كده؟ لا لا لا، انا عايزة الاكلة التانية دي. ايوه بتاعتنا احنا الرقاق ده، احنا على الاكل البلد على طول. اهو على البصل، على اللحمة بالبصل كده على طول. لا وانت كمان عاملاها بطريقه يعني تسلم ايديك. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. تكلمي على القمر اللي ردت عليا، ربنا يحفظها ويحميها ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبتي، يا رب يخليكي. عندي سؤالين معلش. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. دلوقتي جبت كان عندي بهارات. تمام. بس من رمضان بصراحه. تمام. وكتلت مني. تمام. بهار ايه نوعه ايه؟ كتلة. بتاع ده بصل باودر وثوم باودر. الثوم الباودر والبصل باودر اكتر حاجتين الرطوبه بتطلبهم. او يعني دول اللي عندي هم اكتر حاجه شكلت مني. تمام. غير البهارات المشكله. تمام تمام. دلوقتي هم ينفع استخدمهم ولا لا؟ ده كده خلاص. هقول لك تعملي ايه حالا فيه، هقول لك على الحل. تاني ربنا يخليكي، بس عايزه طريقه حلوه للمخ نفسه، فانا خايفه. للمخ ايه؟ للمخ. احنا لسه عاملينه امبارح بكل التفاصيل، عاملين المخ امبارح من الالف للياء. طب ده ينفع ان انا عايزه اشيله في الفريزر ان انا اطلعه على ال؟ لا بصي، لا ما انصحكيش، ما انصحكيش تدخليه الفريزر مسلوق، اصل هو المخ مش بيستحمل، فما انصحكيش تعملي الخطوه دي. لا يعني ممكن تعمليه بس ما انصحكيش، مش هيبقى احسن حاجه يعني. تمام. ومعلش بقى نزلي لي طريقه للكبد وقوانص. حاضر. عندي كميه ومش عارفه اعمل بيها ايه. حاضر عينيا. معلش على فكره الكبد والقوانص ممكن تعمليهم بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها البصل المكرمل ده. دي دلوقتي بتاعت البصل؟ بالظبط نفس الطريقه. دي وتعمليها بالرقاق. دي وصفه بتبقى ممتازه يعني، جربيها بالطريقه دي هتبقى حلوه قوي، كبد والقوانص. وهقول لك التوم. اسلم عليكي معلش. طيب طبعا طبعا. اديهالي يا حبيبتي. ازيك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ ده مش ادم، ده اخته صح؟ انا بحب الجوزة. وانا كمان بموت فيكي، بحبك جدا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلم لي مكالمتك، شكرا ليكي، ميرسي يا حبيبتي. بصي الثوم والبصل باودر، هاتي المطحنه بتاعه اللي هي بتاعه الخلاط، في مطحنه بهارات كده هاتيها، ما دال هم ما فهمش طبعا اي حشرات اي تصويفه اي كلام ده كله، لو هم سلام بس مجرد ان هم مجمدين في بعض ده رطوبه داخله لهم، هاتيها واطحنيهم كويس مع بعض وحطيهم في الثلاجه. تمام، جربيها كده هيعجبك جدا. انا حطيت هنا ايه، حطيت هنا المرقه وحطيت شويه طماطم مبشوره او عصير طماطم تسكرها كده شويه، وحطيت حوالي معلقتين ثلاثه من السمنه السايحه. خلاص، وعندي هنا دهنت الصينية بتاعتي بالسمنة، وعندي هنا الرقاق، هبدأ ان انا
احط كده المرقه عليه من الوش ده ومن الوش ده بالشكل ده. انا حبيت النهارده نشتغل برقاق ناشف عشان يعني تبقوا شايفين الوصفه الاصليه. طبعا كل الحاجات اللي هتتكسر والحاجات دي ما عنديش مشكله فيها تماما، كلها تتساوى مع بعض ولا تشغلوا بالكم بيها. اهو يبقى دي عباره عن مرقه كده متظبطه بتاعت اللحمه بشويه حبهان ورق لورا ومستكه، كل ده نازل فيها متصفيه. حط عليها شويه عصير طماطم وحط كمان عليهم معلقتين ثلاثة سمنه كده بالشكل ده، وهبدا ان انا ارص رقاق. بصوا انا برص الحتت اللي هي اللي لسه باينه، مفيش مشكله خالص، هاخد حتى المكسر ده كله تحت ولا عندي مشكله في التكسيره دي خالص. سلام، انت عندك رقاق تاني صح؟ تمام كده. رقاق تاني عندك؟ بالشكل ده. وطبعا عندي هنا سمنه جنبي بفرشه كده، هبدا ان انا ايه ادهن الرقاق، كل ما انزل شويه رقاق ادهنهم بالسمنه بالشكل ده. اهو بجيب كده واقوم من الوش ده ومن الوش التاني مسقيه الرقاق بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. اهو كده وسمنه تمام. وهبدا ان انا اخر طبقه بقى دي احطها عشان احط عليها البصل اهو كده بالشكل ده كده. اهو وسمنه تمام، وهبدا ان انا احط عليها الحشوه بتاعتي. هشيل ورق اللورا وهشيل عود القرفه وهبدا ان انا احط الحشوه بتاعتي كده بالشكل ده، اللحمه الضاني بالبصل المكرمل اهو، واوزعها على الرقاق بالشكل ده كده. احط شويه كمان وبعدين اوزع. طبعا الخليط اصلا بتاع اللحمه اللي بالبصل ده هو لوحده يجنن يعني، حلو جدا. هوزع كده الحشو بتاعي بالشكل ده اهو، وناخد ام مدين. صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا طيبه وحضرتك طيبه وبخير يا رب. طيب. وعيد سعيد عليك يا رب علينا جميعا، على ام محمد جميعا. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. عايزه اسالك سؤال، اطلب منك طلب. اتفضلي. طبعا تقريبا السؤال والطلب. اتفضلي طبعا، معاكي. عايزه اعمل طريقه للبط بس تكون يعني بلاش المعتاد، يعني حاجه البط. اه حاضر. طب ايه رايك نعملهم مع بعض بعد العيد؟ اجيب لكم كده البطه كده وندلعها كده مع بعض بعد العيد، ولا عايزاها اليومين دول؟ هو انا كده كده في العيد انا يعني اللحمه عامله لها ستوب شويه من رمضان واحنا لحمه. تمام. عايزه اغير يعني. طيب عايزه. عينيا هقول لك. حاضر ماشي حبيبي. عينيا حبيبتي. مدين بيسلم عليكم. سلمي عليه كتير. سلمي. أيوة. عليه كتير جدا. ومريم بتصبح عليكي. سلمي عليهم. هو نايم. صباحكم زي الفل. صباحك عسل. بيقول لي ليلو فين؟ ليلو يوم الخميس بقى. طيب ليلو يوم الخميس ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. يوم الخميس ان شاء الله بيكون معانا. اهو كده. نبدا نعمل اللي بعديها وهكذا لحد ما نخلص الطبقات بتاعتنا كده بالشكل ده. اهو ندهن سمنه
كل ما بحط طبقه بدهن كده بالفرشه سمنه سايحه. طبعا الرقاق معروف ان هو من الوصفات التقيله الدسمه. اهو كل ده تمام بالنسبه لي، هيبقى زي الفل كده. هاخد بقيه الرقاق نشيل حتى اللي فوق دول عشان نحط المكسر ده تحت شويه. كل ده برده مش فارق معايا لان هو هيطرى ولما هيتقطع مش هيبان خالص ان هو مكسر، فمفيش مشكله معايا خالص في الموضوع ده. تمام اهو بالشكل ده كده. اهو بالشكل ده بساوي كده كله، بتاكد ان كله عندي بقى متغطي بالرقاق اهو بالشكل ده، وكده كده هيتقطع وكل ده هيتساوى، فما عنديش مشكله خالص فيه. عشان ايه ما تحسوش ان انتوا المكسر ده مش هنستخدمه، لا هنستخدمه عادي خالص، مفيش مشكله عندي فيه خالص. اهو الايه، لا خلاص انا مش سامعاكوا قوي. حاضر. البط ممكن على فكرة نعمل نفس طريقة الفخدة دي، على فكرة ممكن بنفس طريقة التتبيلة نعملها بالبط لو حابة، نفس الزبدة بالثوم بالأعشاب بالكلام ده كله بتبقى برضو ممتازة لو برضو عملتيها بالبط، بس يتعمل كله من ألف للياء رستو، يعني ما تسلقوش، مش هتسلقي حاجة، هتحطيه رستو، هتعمليه رستو في الفرن من الألف للياء. تمام كده الرقاق عندي تمام جداً. هحط بقى في الاخر، بصوا هحط كده كبشتين من المرق اللي انا عاملاها بالطماطم اهو، كبشتين كده بالشكل ده، وهعمله بشويه السمنه ادهن الوش اهو، وكده جاهز معايا، يا هدخله الفرن يا هسويه على البوتاجاز من فوق. تمام اهو، يا هسويه على البوتاجاز من فوق يا هدخله الفرن زي ما انتوا حابين.